السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة. محاضرتنا لهذا اليوم وهي المحاضرة الثامنة من برنامجنا اللي نطبقه حاليا وهو الهيكراس. طبعا بالمناسبة قبل ما نبلش نفس التنبيه السابق انه اذا حسيتوا عندكم زملاء من غير كليات او جامعات او زملاء اخرين انه ممكن يستفادون من شرح برامج السي اف دي ان شاء الله اللي راح نوفرها بهاي القناة، بإمكانكم دعوتهم عن طريق الاشتراك، عمل سبسكرايب للقناة وأيضا تفعيل جرس الإشعارات حتى كل فيديو ينزل يوصل لكم نوتيفيكيشن بالموضوع. محاضرتنا لهذا اليوم محاضرة رقم 8، حنتكلم بيها شلون احنا ممكن حنسوي كيلفورد اللي هي العبارات أو العبارات الصندوقية. مثل ما موضح أمامكم طلاب، هاي نوع من أنواع المنشآت الهيدروليكية اللي هي العبارات الصندوقية، تستخدم بالأنهر، ممكن كأن تكون فوقها جسر أو غيرها anything. شلون بإمكان هاي النوع من العبارات أني أمثلها باستخدام برنامج الهندسة الهيكراس؟ حنبلش خطوة خطوة. أول خطوة حنفتح البرنامج مثل ما موضح أمامكم، نختار أحد الفايلات اللي أنشأناها سابقاً Open Project، After That Reverb، أوكي أوكي طلاب تمام. هسه نروح على Edit، After That Geometric Data. بعد ما نختارها طلاب خلينا نكبر الشاشة. سابقا احنا انشأنا هذا النوع من البرنج او البراز وانشأنا الى الفاونديشن الى اللي هو البير فاونديشن. ان شاء الله اليوم راح نجي نتعلم شلون اسوي عبارة صندوقية او اي نوع سيركل anything، المهم عبارة موجودة على هذا النهر او الشانل. نروح طلاب على اول خيار اللي هو هنايا براز اور كلفرت. بعد ما اختاريناها راح نعطي اوبشن، طبعا هو طلع الخيار السابق اللي انشأه للبراج اللي انشأه سابقا، فهسه نعطي اوبشن after that edit، نختار انه اضافت. طبعا ده يطلب من عندي ستيشن، يقول لي طبعا يعني الستيشن طلاب تختارونه من النقاط اللي انتم مؤسسينها للريفر. شوف هسه هنا احنا بلشنا من الصفر الى حد اعلى شيء 30، فراح نعطي احد النقاط الموجوده كانت تكون 19، اوكي انطيته طلاب. فاحنا ما انه مثلناه سابقا اني هو نفسه موجود كل مكان، فتلاحظون هنا يا طلاب after that بعد ما انطينا هذا التمثيل انطينا اول شيء ستيشن. ده ننتقل هنا يا طلاب، ده يطلب من عندك ديك اور رودواي اديت او داتا اديتر، راح يطلب من عندك الديستنس شكيت، الويدث شكيت ايضا، والوير كوفيشنت. طبعا بامكانك تغير هنا المسافات اللي احنا حندخلها طلاب، هي مسافات افتراضيه لانه لحد الان احنا نتعلم شلون نستخدم البرنامج. ان شاء الله بالمراحل المتقدمه حناخذ بروجكت كامل ونعرف شلون ممكن نقدر ننفذه، حاليا بس نتعلم احنا خطوات شلون ممكن ننفذ اي عمليه اوبشن دا يجينا نستخدمه بالبرنامج. فالديستنس كانت تكون 1 متر، واتس اوكي 1. افتر ذات ده يطلب من عندك الستيشنات طلاب، المن هاي الستيشنات للكلفرت العبارة الصندوقية. طلاب العبارة احنا وين نخليها؟ بالضبط داخل المي هنايا وكأنه داخل النهر، فشنو الستيشنات الها؟ نمبر 1 بالاب ستريم وافتر ذات بالداون ستريم. فبالاب ستريم طلاب عندكم هنايا مثلا اللي هو رقم 2 الستيشن، هنايا الافق ده يقرا ستيشن والعمودي الاليفيشن. فهسه او بالاب ستريم ايش دا يقرا هنايا؟ 2. ايش قد تقرا طلاب؟ تقرا 5. after that الفور ايش قد تقرا؟ تقرا نقطتين وكانه 2، هسه هنا 2 تقرا مره 0 مره 5، والفور ايضا مره 0 مره 5. حادخلها بالاب ستريم هنايا هسه 2، النقطه الاعلى ايش تقرا؟ وكانه تقرا 5، والنقطه الاقل تقرا 0. بعد عندنا الستيشن الثانيه وكانه هنا يا طلاب النقطه الاعلى، الستيشن الثانيه اللي وين راح تكون؟ تكون بالداون العفو بنفسه هنايا الفور، فهنا فور ايضا بالنقطه الاعلى ايش قد تقرا؟ تقرا 5، وبالنقطه الاقل ايش قد تقرا؟ 0. ننتقل للداون ستريم هنايا، هذا الداون ستريم وكانه كوبي، هي هنايا الكروس سكشن وركتانجولر. فالستيشن 2 after that الأعلى هو كان 5 0، so 4 هنايا 5 after that 0. بعد ما انه اكدنا هاي الامور المعلومات دي يقول لك اكد لي نوع الوير اللي انت ممكن تستخدمه، تقول له after that مثلا هنا محددين احنا بورد كريستد وير
after that okay حدد لك هذا المكان اللي انت راح تنشئ عليه الكلفرت او العباره الخاصه بك. بعد ما حددنا هذا الخيار الطلاب نروح الى كلفرت هياته. ده يقول لك هنا يا طلاب كلفرت دادا اديتر انه عدل البيانات الخاصه بالكلفرت. فش راح تسوي طلاب؟ اول شيء ده يقول لك حدد لي نوعها، هل هي سيركلر بوكس بايب ارتش إليبس anything. فهسه راح نختار اليوم احنا البوكس اللي هي العبارات الصندوقية، وكأنه كما وضحنا بهاي الصورة اللي امامكم هنا هي عبارة صندوقية. فنرجع طلاب بعد ذلك شو راح يطلب من عندكم؟ من ما نختارت الاوبشن للبوكس راح يطلب السبان الها والرايس الها الارتفاع. السبان طلاب خلينا نرجع للصورة هياته هي طلاب هذا الاسبان، هذا وكأنه العرض الافق الخاص بها بس من الداخل، من الداخل وكأنه from inside to inside، لا من الخارج ولا من حافات ثانية. فهسه طلاب هنا راح نعطيه كأن يكون مثلا واحد. الرايس طلاب الارتفاع، نرجع على رسمنا الأصلي هنا شقد ارتفاع الشانل كله وشقد وكأنه دا تشوفون حد 5، فنعطيه مثلا 4 الارتفاع من هنا تاخذون الطلاب حسب الكروس سكشن الخاص بكم. يقول لك هنا تشارت مالتك شنو هو بين لي اياه. افتر ذات يطلب من عندك طلاب سوري جست ا مينيت كونكريت ريكتانجلر، طلاب راح نختارها ريكتانجلر كونكريت ماشي عيني. افتر ذات طلاب يطلب من عندك الديستنس ذا ابستريم اكس اكس تقدر تختارها، اللينث مال الكلفرت كانه نطيه 3. افتر ذات يطلب من عندك الانترنس معامل الدخول، طلاب هاي اذا اخذتوهن بالمرحلة الثانية خسائر الاحتكاك وكذا، فايش قد معامل الدخول الكي الخروج. فهسه نعطيه وكأنه معامل الدخول لو تذكرونه طلاب 0.5. الاكزيت كوفيشنت معامل الخروج طلاب هو مثبت لك يا واحد، هاي وكأنه الخسائر الثانوية اللي كنا ندرسها سابقا احنا. المانينج كوفيشنت ايضا معامل مانك او معامل الخشونه، بما انه ما عندي بروجكت حقيقي فراح اخذ قيمه افتراضيه. يقول لك للتوب وللبوتوم الثابته نفسها اوكي. ديبث اوف هاي سنو بروبلم اب ستريم انترفال 0 داون ستريم افتر ذات 0. ده يطلب من عندك طلاب هنايا السنتر لاين ستيشن، سنتر لاين ستيشن بالاب ستريم طلاب هنايا نرجع هنا هاي تشوفون ايش قد قيمته هنا يا طلاب؟ وين هنا 2 افتر ذات 4، وين السنتر لاين بالضبط 3 وكانه. فراح نطيل الجهتين الاب ستريم 3 افتر ذات والداون ستريم 3. بعد ما نطينا كل هاي المعلومات راح نطيل اوكي. طلاب امامكم دا تلاحظون انه تمثلت العباره هنا تمثلت طلاب عبارة. خلينا نرجع للرسم الأصلي الجيومتريك ذاته هي طلاب، تلاحظون أيضا تمثلت على الرسم الأصلي بالجيومتريك ذاته. فنرجع طلاب بعد ما مثلناها تلاحظون أمامكم كل البيانات كاملة أو جاهزة. بعد ذلك راح نعطيها خيار after that. هسه تمثلت هنا أمامكم طلاب، بإمكانكم أيضا عن طريق الضغط عليها أنه أنفذ كل طلاب. هنا بامكانكم بعد الضغط عليها ايضا راح تطلع لك كل الاوبشنات الخاصه بها بضغط الزر الايسر. بعد ذلك طلاب ما نفذنا هذا راح نروح للقائمه الرئيسيه للبرنامج وكانه راح نعطيه اناليسيس جديد، ضفنا فد بروجكت جديد على الموضوع فراح وكانه نعطيه انه تحديث جديد او تحليل راح يسووه لكم جديد هنا يا طلاب. افتر ذات نفس التسميات القديمه كومبيوت يطلب من عندك هنا تشوفون طلاب بيسوي لك وكأنه رن البرنامج. after that كمل تقريبا finishing نقول لك close. بعد ذلك طلاب راح نشوف تحليل الداتا الاناليسز إلها هنا. أول شيء كان الكروس سكشن الخاص بها طلاب، تلاحظون هنا هاي الكلفرت أمامكم واضحة، وأيضا نفس طلاب تلاحظون على الجانب الجراوند إليفيشن النقطة الأولى الجريد كل أمامكم واضحات وتوضحن بالرسم. نجي على الخيار الثاني هي طلاب أمامكم هذا اللي نلاحظ هنا البروفايل بلوت. هذا طلاب الرسم القديم كان لرسمنا اللي هو الخاص بالجسر، بينما هنا الرسم الثاني كان للعبارة.
تلاحظون طلاب هنا تغير شكل الماء، تأثير القفزة الهيدروليكية، تحرك محركات الهواء أو الطاقة بالضبط، طاقة الماء كلها تتغير هنا. وأيضا طلاب يوضح لكم لكل مكان إيش قد مقدار أو الرسومات الخاصة بمقدار خط الطاقة، تلاحظون هنا هذا باللون الأحمر، والتمثيلات موجودة على الجانب هنا طلاب، BF1 إيش قد، BF2 إيش قد، Discharge أيضا. هسه نرجع ناخذ وكأنه المقطع الطولي الخاص بالقناة الطلابيات أمامكم. هذا التمثيل القديم كان سابقا للبراج، مثلناه بالمحاضرة رقم 7، بينما هنا خاص بالكلفرت، تلاحظون طلاب هنا تصميم الكلفرت وأيضا تكسر بالطاقة وين دا يصير بالضبط. إن شاء الله هاي بإذن الله من راح ناخذ بروجكت حقيقي حتشوفون تمثيلها بالواقع شقد إنه ممكن نربط بيها. بس هنا لحد الآن إحنا دا ناخذ كلها أشياء تمثيلية بس حتى نعرف أو نتعلم شون ممكن نطبق كل أوبشن معين باستخدام برنامجنا الخاص. فطلاب هذا وكأن المقطع الطولي الأكس واي، مثل ما إنه تفضلتوا سابقا بإمكانكم إنه أيضا تسووا أو تدورونه حسب الاتجاهات اللي انتم محتاجينها. رول داتا، تلاحظون طلاب سووا كأنه صار واضح امامكم هالاتجاه هذا. بعض طلاب امامكم انه كل الخطوط الثانية، الرسومات، الجنرال بروفايل غيرها، كلهم طلاب الداتا ايضا بامكانك انه تستنتج الداتا كاملة، داتا اوتبوت اذا بامكانك ترسمها كرسم، وايضا بامكانك تستخرجها كقيم جدولية. إن شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله اكتفينا بها وعرفنا شلون إنه نقدر نمثل هذا النوع من أنواع المنشآت الهيدروليكية اللي هو الكلفرت. نلقاكم على محاضرة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، دمتم بأمان الله وحفظه.